Nee, geht das besser? The public health significance of data. خلاص. احنا بقى مش هنقسمها يعني هي ما فيهاش تجميع قوي. بس بنقول ان هو السبب الكامل المسبب للوفاة الثاني. خلاص؟ فهو السكند كوز. بس فين؟ في الـ developed countries. خلاص؟ طب والكام في الـ developing الرابع؟ خلاص؟ مش حاجة حلوة. هو السبب الرابع عشان في حاجات تانية يعني أكثر أهمية وهي اللي بتموت يعني. خلاص؟ السادس ما كان السادس قبل ما يبقى الثاني. يبقى هو كان السادس الأول في الـ developed countries وبعد كده بقى الثاني. الحمد لله. خلاص؟ طيب. 70% من الأسباب أو بشكل عام الكيسز بتاعت الكانسر دي بتبقى أكتر في الـ developing countries أو في الأكتر في الـ low income countries اللي هو الدول الإيه؟ الأقل. آخر حاجة طب ليه الكانسرز ده بدأ إن هو عدد الحالات بتاعته تزيد؟ مش علشان إن الحالات نفسها بتزيد أو الحالات بتكتر من الكانسرز، لأ، علشان إيه؟ أنا ما كنتش بعرف أكتشفها علشان ما كانش عندي الدايجنوستيك تولز، لأ بدأ عندي بقى الدايجنوستيك فبدأ إن أنا اكتشفته، فبدأ إن عدد الحالات من الكانسر ديت تزيد، يبقى زادت ليه؟ علشان النيو دايجنوستيك تكنيكس. تمام؟ آخر حاجة إيه أكتر الكانسرز اللي منتشرة في الميل؟ تلاقي مكتوب عندكم اللانج والبروستيت والفيميل أكيد البريست والسيرفايكال كانسر. خلاص؟ برضه ما جاش قبل كده هنحطه في بي. طيب في عندنا ثلاث جمل كده عندكم بعد البابليك هيلث مش مهمين يعني بس نبقى عارفين طبعا احنا عارفين يعني ايه انسنس ريت عارفين مش محتاجين المورتاليتي ريت هي نفسها الكيس فيتاليتي ريت خلاص ودي هنقولها في الترم الثاني وكانت موجوده في الراوند ولكن اللي مش موجوده حته الايه السرفايفر ريت يعني ايه سرفايفر ريت سرفايفر ريت يعني الشخص ده اتشخص ان عنده كانسر خلاص عاش قد ايه بعد ما اتشخص ان عنده كانسر ده اسمها سرفايفر ريت يعني عدد السنين اللي الشخص ده عاشها بعد ما ايه بعد ما اتشخص ان عنده ايه كانسر خلاص طيب نيجي بقى للابيديميولوجي او الريسك فاكتورز زي ما قلنا كده في الدايابيتس والله في حاجات جينيتك وفي حاجات انفايرومنت طيب الجينيتك ده بنقسمه حاجتين يا اما المشكله فعلا في الجينات ان في جينيتك ديليشن يعني في جين مثلا ناقص او في جزء من جين ناقص فبالتالي بيخلي الشخص ده عرضه اكتر ان يجيله بعض انواع من الكانسرز ممكن نحفظ نوع اللي هو الريتينوبلاستوما طب الحاجه الثانيه ممكن يحصل فاميليا خلاص ان ازاي في حاجه اسمها كانسر ران ان فاميليز يعني انا عندي مثلا غالبا الكولون كانسر او الكولوريكتال كانسر ده ايه ده ممكن يتنقل ايه من عيله لعيله عن طريق الجينيتكس سبتيبل طب الحاجه الثانيه والاهم بقى الانفايرومنتال فاكتورز يعني الجزء الاولاني ده ام سي كيو بس الانفايرومنتال فاكتورز بنقسمها لثلاث اجزاء يا اما حاجات فيزيكال او بيولوجيكال او كيميكال ونفس الترتيب هنمشي بيه بالبريفنشن عشان ما نتلخبطش خلاص اول حاجه بالنسبه للفيزيكال فيزيكال يعني ايه فيزيكال لما نيجي ناخده في الاوكيوبيشنال كنا قلنا ايه راديشن نويز تمبريتشر وهكذا بريشر لكن هنا هنتكلم على حاجتين ان الفيزيكال ده ممكن يبقى راديشن يعني الراديشن ده ممكن يعمل لي كانسر او ممكن يبقى ميكانيك خلاص طيب ازاي الراديشن ممكن يعمل لي كانسر ده هنقوله اكتر في الايه في الاوكيوبيشنال انا عندي في نوعين من الراديشن في عندي ايه نون ايونايزنج راديشن وايونايزنج راديشن النون ايونايزنج اشهرهم
الايه الالترا فايولت ريز اللي هي اشعه الشمس ممكن تعمل لك سكين كانسر. مهم قوي في الجزء بتاع الكانسر ده تقول التايب بتاع الكانسر اللي بيعمله كل ريسك. يعني انا مثلا عندي الالترا فايولت ريز تعمل سكين كانسر تمام. الايونايزنج هو مش كاتب لي مش مشكله خلاص، ولكن الايونايزنج احنا كنا اصلا قلناها في الانكيوبيشن ان هو بيعمل ايه لو حد فاكر في الاوكيوبيشنال شفتر الاوكيوبيشنال كنا كان في موضوع اسمه راديشن، كنا خدنا الايونايزنج راديشن قلنا انه بيعمل نوع من الكانسر اسمه لوكيميا، كان بيعمل لوكيميا خلاص. انا اسف يعني بقى فكرت في حاجات ده اخر حصه ان شاء الله انا خد. ليه بيعمل لوكيميا لو فاكرين؟ هو احنا قلنا الايونايزنج راديشن ده يعني ايه راديشن؟ يعني اشعاع خلاص. طيب انا بتعرض للاشعاع، طب الاشعاع ده عباره عن ايه؟ طاقه. الطاقه دي بتعمل ايه؟ بتعمل مشكله في الدي ان ايه بتاع الخليه خلاص، فبتخليها ايه؟ تخليها مرصه صفر ان هي تتحول الى كانسر سيل خلاص. ولكن بيبقى اكتر في مين؟ في الخلايا اللي هي رابيدلي بروليفيتنج، هي اصلا بتتغير باستمرار، فعندها مور سستبيليتي ان هي تتغير مع الاشعه دي، زي طبعا مين؟ البلاد سيلز، فبيعمل لوكيميا، وزي الايه؟ السكيب. طيب انا بستخدم الايونايزنج راديشن ده في ايه؟ يا اما بستخدمه في الراديو دايجنوزس اللي هو الاكس راي والام ار اي والحاجات دي، يا اما بستخدمه في الايه؟ في النيوكلير انرجي او الطاقه النوويه او حصل انفجار مثلا نووي خلاص. طيب ليه انتشر الايام ديت؟ علشان ايه؟ ان انا بدات اصنع او استخدم الحاجات ديت اكتر خلاص. طيب ميكانيكال يعني ايه؟ زي الريتيشن خلاص. ميكانيكال معناها مثلا ان انا حصل لي انجري فراكشر مثلا او تروما او الريتيشن تمام. هنا الريتيشن ازاي يعمل كانسر؟ الريتيشن عن طريق ايه؟ الاكل اللي هو السبايسي في الاستومك، فممكن يعمل لي بيبتيك ألسر. طب ما البيبتيك ألسر ده ممكن يعمل لي استومك كانسر خلاص. يبقى ده بالنسبه للميكان. طيب تاني حاجه البيولوجيكال. بيولوجيكال يعني ايه؟ مايكرو اورجانيزم. احنا عايزين هنا ست امثله، مثالين فايرال ومثالين بكتيريال ومثالين بارازايت، وكل واحد بيعمل انهي نوع من الكانسر. عندنا الفايرال خدناه في المنهج كتير، خدنا ال اتش بي في وال اتش سي في، دول بيعملوا لي انهي نوع من الكانسر؟ ليفر كانسر خلاص. طيب ال اتش اي في كان بيعمل لي لينفوما او كابوزي ساركوما خلاص. طب ايه كمان عندكم؟ ال اتش بي في كنا قلنا البي تي كان بيعمل سيرفايكال كانسر خلاص. ممكن نحفظ ثلاثه بس كفايه. طيب البكتيريال عندنا ايه؟ البكتيريا فلورا اللي موجوده في الانتستين خلاص ممكن تعمل لي كولون كانسر خلاص. هي المفروض مش هي اللي بتعمل، هي ممكن بعض انواع الاكل تحولها الى كارسينوجنز، فالكارسينوجنز ديت هي اللي بتعمل لي كولون كانسر. طب ايه كمان؟ بكتيريا الاتش بايلوري، الاتش بايلوري ممكن يبقى البيبتيك ألسر ممكن يعمله ميكانيكال او يعمله الاتش بايلوري وبالتالي يعمل ستومك كانسر. طب البارازايتس خدنا ايه في المنهج؟ شيستوزوما انهي فيهم؟ الهيماتوبيوم هي اللي بتعمل لي بلادر كانسر. طب ايه كمان؟ الليفر فلاكس اللي كنتوا خدتوها هي دي الهيماتوز، انتوا كنتوا خدتوها في البارا، بتعمل برضه ليفر كانسر او ليفر انجيو ساركوما زي ما مكتوب عندكم خلاص. فده بالنسبه للبيولوجي. طيب بالنسبه للكيميكال، ان انا عندي في كيميكال سابستنس هي اللي عملت لي الايه؟ الكانسر خلاص، اللي بنسميها ايه؟ الكارسينوجنز يعني. فعندنا اكل، سجاير، وهرمونات ملوثه. الاكل هي دي الحته اللي احنا هنقولها في النيوتريشن خلاص، بس هنقولها كمان شويه ان النيوتريشن ازاي ممكن يعمل لي كانسر خلاص. طيب بعد كده السموك بيعمل انهي نوع؟ لانج كانسر. طب الهرمونات هنا هنركز شويه، ركزوا على الهرمونات بتاعت الستات اكترها الاستروجين. طب ما الاستروجين ده ممكن يبقى اندوجينس او اكسوجينس. النوجنس ازاي؟ والله الست ديت عندها كانسر، الكانسر ده او عندها مثلا الخلايا اللي بتفرز الاستروجين مثلا في مرض اسمه تكيس الموبايل لو عارفينه، هي ده مش كانسر بس ده بيبقى عندها اللي هو البوليسيستيك اوفري، ده بتصنع عندها فولكنز كتير. طب ما الفولكنز ديت هي اللي بتصنع الاستروجين، فبيبقى عندها استروجين كتير، فبتبقى مور سسبتبل ان يجي لها بريست كانسر او سيرفايكال كانسر. طيب ما ممكن خدته من بره تمام، اللي هي ايه؟ سنسيتك استروجين من بره. طب خدته ليه؟ على حسب، ممكن في حاجات طبيه او بعد المنجوز، في حاجه اسمها هرمون ريبليسمنت ثيرابي، ان هي بعد المنجوز ما عادش بيبقى عندها، فبتاخد هرمونات ايه؟ مكمله او تعويضيه. ف
فممكن يجي لها كانسر من كده. طيب ملوثه الاير بوليوشن اللي احنا هنقوله في الانفايرمنت، الاير بوليوشن ده يا اما عن طريق الترافيك اللي هو الاوت دور اير بوليوشن كنا هنقوله في الانفايرمنتال، وايه كمان وعن طريق الاندستريز. يبقى يا اما الاير بوليوشن ده عن طريق الايه الترافيك او الاندستريز. خلاص هنلاقي في يعني اي واحد من دول ده سؤال مهمين. خلاص بالمره كلهم على بعض كانوا جم قبل كده في اول 14 من زمان طبعا ايام ما كانت الاسئله طويله. يعني الفيزيكال ده ما جاش لوحده قبل كده، جيب 16 لازم في اول 16 لوحده، البيولوجيكال اول 13 وثاني 17 والكيميكال جه في اول 17. خلاص فمهم ان يعني كل واحد فيهم ممكن يجي سؤال لوحده. خلاص تمام. هنقلب كده الصفحه هنلاقي في مستطيل كده مش مهم يعني يقول لك الاكسبوجر للكيميكال كارسينوجينز ممكن يبقى ايه قراءه الكارسينوجينستي للكيميكالز، ممكن ان الكيميكالز هي اللي بتعمل الكانسر او هي اللي بتعمل مثلا باثولوجيكال كونديشن وممكن يتحول الى كانسر بعد كده، برضه مش مهم. ولكن اللي ممكن يجي ام سي كيو ان الكانسر نوت سبيسيفيك، يمكن دي ام سي كيو. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اقول ان السموكينج بيعمل لان كانسر، مش كل اللان كانسر بيعمله السموكينج، ومش كل السموكينج بيعمل كانسر، يعني مش سبيسيفيك. يعني مفيش نوع كانسر معين بيعمله نوع معين من الكيميكالز، ومش العكس برضه. خلاص بس يعني لكن الباقي ده مش مهم. خلاص طيب هنقول البريفنشن، وبعد ما نخلص الكانسر نقول بقى حته النيوتريشن. البريفنشن زي ما انا كاتب عندكم، انا ماشي بنفس الاسطمبه اللي احنا بتاعه الريسك فاكتور علشان ما نتلخبطش. البريفنشن كبير فلو جابه محتاج ايه عناوين، مش محتاج تفاصيل كتير، فاللي احنا هنقوله بس اللي مهم. تمام. عندنا احنا بدانا هنا جينيتك، مش محتاج انا مش همنع جينيتك. اول حاجه الانفايرمنت، هنكتب انفايرمنتال سانيتيشن بس زي ما انا كاتب لكم في الورق، مش محتاج تفاصيل. طيب الانفايرمنتال ده قسمناه لكام حاجه؟ لثلاث حاجات. اول تاني حاجه كانت الراديشن. طب ازاي ان انا امنع الراديشن؟ ما احنا قلنا ايونايزنج ونون ايونايزنج. النون ايونايزنج لا افتكرها كده، افتكرها من الريسك فاكتور، مش انا عايز امنع الريسك فاكتور. خلاص طب ما النقل الايونايزنج ده الالترا فايلت ريز، طب ما اقول للناس ما تتعرضش للشمس كتير. طب الايونايزنج ده بيستخدم في ايه؟ الراجل اللي بيعمل الاكس راي في المستشفى. تمام. طب او المريض اللي بيتعرض للاكس راي، طب انا اقول لهم ايه؟ اعمل بروفر دوزج. ليه؟ علشان ما يتعرضش لايه؟ لجرعه زياده، كفايه الاثنين. مش عايز كتير، هتلاقي مكتوب في الكتاب كتير. اكتب الاثنين دول وخلاص. يبقى انا ازاي امنع الكانسر من الراديشن؟ طيب ده بالنسبه للفيزيكال. طب البيولوجيكال هتلاقي مكتوب عندكم سبيسيفيك بريفنشن. مين اللي له سبيسيفيك بريفنشن من اللي احنا قلناهم هنا؟ الاتش بي في والاتش بي في، قول لهم هما الاثنين. ما هو الاتش بي في له فاكسين اللي هو البي تي اللي هو الهيومن بابيلوما فايروس له فاكسين، والبي خفيف برضه له ايه؟ له فاكسين. ده السبيسيفيك بريفنشن. ده الايه؟ التطعيم. ما هو السبيسيفيك بريفنشن ده كان ايه؟ اكتف او باسف او كيمو، مالناش دعوه بالباسف دلوقتي. الاكتف ينفع مع مين هنا؟ قلنا البي التقيله والبي الخفيف. طب مين اللي ينفع مع الكيمو؟ عندنا في امثله كتير. قول الشيستوزوما بس، الشيستوزوما بس كان البرازيكوانتيل او الكوبي فورا اللي هو انتي الشيستوزوما اللي يعني ايه دروب. خلاص يبقى ده انا كده منعت الفيزيكال ومنعت البيولوجيكال. طيب ثالث حاجه او رابع حاجه بقى الكيميكال، ان انا هعمل الكيميكال كارسينوجينز. هعمل ايه؟ مش احنا قلنا يا اما في الاير بوليوشن يا اما للاندستري. هقول كلمتين بالظبط، ان انا بعمل prevention of air pollution او control للترافيك وايه؟ والليمينيشن اوف الاندستريال كارسينوجينز. بس هي جملتين مش عايز تفاصيل. يبقى الكيميكالز ديت حاجتين، اير بوليوشن هعمل لها كنترول او كنترول للترافيك، والاندستريز هعمل الليمينيشن للكارسينوجينيك او الاندستريال كارسينوجين. بص هو لو قلت لي prevention انا كتبت الجمل من غير
بعض جمل من بعض عادي. هو التقسيمه يعني لا ما ده طبعا العادي، هو التقسيمه دي بس عشان تفتكري يعني، علشان انا كده كده حفظت كله خلاص. انت انا ماشي كده علشان بس تحفظي يعني. لا براحتك طبعا، لا مش لازم تقسمي، مش لازم خالص، مش معموله علشان تعملوها تكتبوها كده عشان نفتكر بس خلاص. طيب في الكيميكالز هتلاقيه ان انا ايه، في اربع حاجات. فهو في البريفنشن عامل لك بريفنشن للاربعه سبب. قال لك اول حاجه الاكل، خلاص الاكل ممكن يعمل لي كانسر، فقال لك احنا نعمل فود سانيتيشن بس خلاص. طب تاني حاجه قال لك سجاير، طب ما احنا نعمل بريفنشن اوف السموك اللي هو الانتي سموكينج برو. طب هرمونات بدلها بالدراجز، خلاص ان هو ايه، ان هو ما ياخدش او افويد اليوزج اوف الدراجز بدون بريسكريبشن او من غير وصف يعني، او ان انا اتاكد من السيفتي بتاعت الدراجز ديت بحيث ان هي ما تبقاش كارسينوجينك، او اخلي المواد اللي موجوده فيها في الماكسيمم بيرميسبل ليفل او الحد الاقصى المسموح بيه بحيث ان هي ايه ما تضرش بالناس. طيب اخر حاجه اللي هو بعمل ريجوليشنز، مش احنا قلنا اخر حاجه ملوثه اللي هي دي الاير بوليوشن. طيب اخلي المصانع ديت او اخلي بشكل عام الاير بوليوشن المواد اللي موجوده في الهواء اللي ممكن تعمل كانسر، اخليها ايه، اخليها في الماكسيمم بيرميسبل ليفل، يعني اخليها ايه في الحد اللي ممكن نتنفسه بس ما يجيلناش كانسر. خلاص زي ما انا كاتب عندكم ريجوليشنز، هنكتب بس جنبها عشان في لغي كتير، ان الريجوليشنز ديت بعمل warning signs. لو مثلا هو هنا يعني كاتب لك الريجوليشنز بتاعت السموكينج خلاص، بس احنا هنعوز اول اخر سطر فيها الكيميكالز في الاتموسفير اوف الورك بليس في الاندستري نوت اكسيد الماكسيمم بيرميسبل ليفل، تمام، او الماكسيمم اكسسبل كونسنتريشن، مش فارقه كتير خلاص. هي اللي هي اخر سطر في المذكره، اخر سطر في حته الريجوليشنز. الريجوليشنز رقم كام؟ رقم 8 اخر سطر، ده اللي انا عايزه بس، الباقي مش مهم. يبقى تاني لو جالي قال لي البرايمري بريفنشن بتاع الكانسر، هنكتب كالتالي، هنكتب كالتالي بالظبط: انفايرمنتال سانيتيشن، خلاص راديشن كنترول. ازاي؟ والله هعمل بريفنشن اوف الاكسس اكسبوجر للالترا فايلت او للسن ريز. ايه كمان؟ بروبر دوزج علشان ما يتعرضش لدوز اكتر. سبيسيفيك بريفنشن والله قلنا فاكسينات وكيموبروفلاكس، مثال ومثال. قلنا هنا الاير بوليوشن والاندستريز، خلاص هخلي المواد تبقى في الماكسيمم بيرميسبل ليفل، والاندستريز ديت همنع الايه؟ المواد الكارسينوجينيك اللي هي بتطلع من المصانع. بعد كده الاكل، فود سانيتيشن، بريفنشن للسموكينج، دراج كنترول، ازاي ان هم ما ياخدوش الادويه ديت without prescription، وان الادويه ديت ما تبقاش كارسينوجينيك او امنع تصنيعها. اخر حاجه، طب انا هعمل regulations اللي هي الجمله اللي احنا قلناها، ان الكيميكالز في الورك بليس تبقى within the maximum permissible limit. تمام؟ اختصرنا الكلام. طيب اخر جمله ديت اللي ممكن تيجي لي ايه؟ لوحدها. ما كانتش جت قبل كده وجت السنه اللي فاتت. اللي هو الهيلث اديوكيشن. دي السنه اللي فاتت قال لي قول لي ايه هي الهيلث اديوكيشنال مسجز علشان امنع الايه؟ علشان امنع الكانسر. خلاص؟ انا بعرف الشخص ايه؟ بعرفه ست حاجات. اول حاجه فاكتس عن الكانسر، وثلاثه فيرسون. بعرفه البيرسونال هايجين، البيرسونال هيلثي لايف ستايل، والبيرسونال بروتكشن، ازاي يحمي نفسه. طيب اخر حاجه ان عن الادويه، ان هو ما ياخدش ادويه وداوت بريسكريبشن. تمام؟ طيب ايه كمان؟ بعرفه ايه هي الدينجر ساينز بتاعه الكانسر. يبقى انا عرفته له فاكتس عن الكانسر، وخليته يعمل ثلاث حاجات: بيرسونال هايجين، بيرسونال بروتكشن، بيرسونال هيلث لايف ستايل، وما ياخدش ادويه. خلاص؟ ايه الدراج دينجر ساينز؟ اول حاجه احفظها 1 2 3 زي ما كنا قلنا.
ان اي ماس تظهر عليه دي تعتبر دينجر زون، اي ماس في اي حته ممكن يبقى عنده كانسر. اتنين قلنا باتنين ايه؟ تشينج، اتنين بيتغيروا، الوارت مول والباول هابتس. الوارت مول الوارت اللي هي الصنفة او عين السمك اسمها كده، طول ما هي ثابته ده مرض جلدي هتاخده السنه اللي جايه، مش لازم تفاصيل دلوقتي، بس هي مرض جلدي كده بتبقى في جزء في الجلد خشن عارفه؟ طب تمام، المفروض لو هي ثابته طول ما هي ثابته هي تمام خلاص، لكن لو هي اتغيرت بتبقى بري كانسر، يعني بري كانسر خلاص، ممكن تسبب كانسر وخصوصا في الرجل يعني. ما عليه. طب الباول هابتس اللي هي الايه؟ ان الشخص ده بدا يجي له ايه؟ كونستبيشن دايريا، مفيش الايه؟ ثبات على الباول هابتس واحده اتغيرت، ممكن يبقى عنده برضه ايه؟ كانسر. طيب ثلاثة بيفقدوا، يبقى اثنين بيتغيروا وثلاثة بيفقدوا. ايه اللي بيفقدوا؟ لو فقد دم، لو فقد ويك، لو فقد كف او بيكف خلاص، يبقى انا عندي ده الدينجر ساينز. ده كله ايه؟ البرايمري بريفنشن، عشان صعب ان هو يجيبه كله، فقام جايب السنه اللي فاتت ايه؟ الجزء الاخير بس، ايه هو الهيلثي اديوكيشن للكانسر. طيب السكندري بريفنشن، احنا قلنا يعني ايه سكندري؟ يعني الشخص ده اوريدي عنده كانسر، فانا بعمله ايه؟ هنلاقي فينا رغي كتير. نفتح بس مع بعض المذكره علشان الماء، ما هي في عندنا ثلاث حاجات بخصوص الموضوع ده. في عندنا حاجه اسمها ماك، عندنا حاجه اسمها ماكسيمم بيرميسبل ليفل، وعندنا حاجه اسمها الثريشولد ليميت فاليو. تمام، هم زي نفس الحاجه. يعني عندنا اول حاجه الماك اللي هي الايه؟ ماكسيمم اتشيفبل كونسنتريشن، يعني ايه؟ الحد الاقصى المسموح بيه، او الكونسنتريشن الاقصى المسموح بيه خلاص. هنا ماكسيمم بيرميسبل ليفل هي هي خلاص. طب هنا الثريشولد ليميت فاليو هي هي خلاص، هما نفس الحاجه بس هناخدهم اكتر في الاوكيوبيشن خلاص. طيب السكند بريفنشن هنا عندنا في الكتاب او في المذكره في رقم. يعني ايه سكند بريفنشن؟ ان انا بعمل ايرلي ديتكشن اند سكرين، تمام، اللي هو ايرلي كيس فايندنج، ان انا بكتشف الحالات بدري. ازاي؟ ايرلي ديتكشن وسكرين، ادي اول سطر ومش عايز الرغي اللي في المذكره ده. يعني ايرلي كيس فايندنج باي ايرلي ديتكشن اند سكرين خلاص. وهنحتاج بقى نحفظ من اول السكريننج تيست هيحصل لمين؟ للهاي ريسك جروب. مش احنا متفقين ان السكندري بريفنشن بعمل سكريننج، طب مين هم الهاي ريسك جروب؟ زي ما قلنا في الدايبيتس كده. طب لما باجي اعمل لهم سكريننج هيطلعوا ازاي؟ ايه السبيكترم اوف كيس فايند؟ عرفنا هنحفظ ايه؟ هو السطر بس الاولاني ان انا بعمل لهم سكرين. طب مين هم الهاي ريسك بقى؟ والله الناس الهاي ريسك اللي هو واحد عنده اصلا بري كانسرس ليجن، زي ايه؟ زي الليكوبليكيا كده خلاص. طيب او والده او والدته او عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري ان كان عندهم كانسرز خلاص، او اوكيوبيشنال. يعني ايه؟ يعني بيشتغل مثلا في 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 راديشن، او بيشتغل في مصنع مثلا بتاع اسبستوس، بيبقى بيشتغل في حرفه معينه وبيتعرض لمواد كارسينوجينك. واخر حاجه ان هو ايه؟ سبيسيفيك ايدج جروب اللي هو الستات الكبار بعد المونوبوز. ليه؟ برضه نفس الفكره ان ممكن تتعرض لايه؟ لكانسر خلاص، وخصوصا ليه؟ كانسر سيرفكس. يبقى دول الهاي ريسك جروب. طب انا لما اكتشفهم هيبقوا كلهم في ديجري واحده؟ لا، ايه السبيكترم اوف كيس فايندنج بقى؟ والله ممكن الاقي الناس دول بري مالجنت، يعني ممكن اصلا هم ما يبقاش عندهم بري كانسر ستيجن، والاقي ان عندهم بري كانسر ستيجن زي الليكوبليكيا زي ما قلنا، او يبقى عندهم كانسر بس زي ما خدته في الباثولوجي اللي هو كارسينوما ان سايتو، او يعني لسه نوت ديفلوبد يعني لوكالايزد بس. تمام، او ان ايه؟ ان الكانسر ده بقى ديفولد وخلاص انتشر، او ليت ستيج من الكانسر خلاص. احفظهم هم اربع نقط يعني. اخر حاجه التيرشر بريفنشن، خلاص لا ده الشخص ده خلاص بقى عنده كانسر وحصل له منه كومبليكيشنز، فالشخص وغالبا ده يعني عشان الكانسر بياخد وقت عقبال الدايجنوزس، فانت ده اللي بيتعمل اللي هو ايه؟ الشخص ده يا اما بيتعمل له جراحه، يا اما بياخد كيمو او راديو او اميونوثيرابي، وهكذا الست حاجات اللي عندنا. تمام؟ طيب الاسئله، احنا قلنا البابليك هيلث بي،
الريسك فاكتورز كلها ايه؟ خلاص هيجي ان شاء الله اي حاجه منها، لان الكانسر ما جاش السنه اللي فاتت، ممكن نجيبه بقى. البريفنشن اللي هو الهيلث اديوكيشن ده هنحطه في ايه؟ مع انه جه السنه اللي فاتت ممكن يجي تاني. الهيلث اديوكيشن ايه؟ السكندري بريفنشن بي. باقي البرايمري بريفنشن يعني سي، لانه ان هو يجيبه على بعضه صعب كتير. تمام؟ طيب لحد هنا كده، لو حد عنده مثلا الوقت مش صعب او كده، لحد هنا كده تمام. بمعنى ان الاثنين الاخرى دول يعني يجوا يا ما يجوش، يعني في كتير من الامتحانات ما بيجوش، هو بيركز على الاربع حاجات دول بيجيب اثنين منهم. خلاص؟ فاحنا لو جينا نشوف كده ايه اللي جه السنه اللي فاتت، جاب ايه؟ جاب الكورونري هارت ديزيز. خلاص؟ وجاب الايه؟ الدايابيتس. خلاص؟ فممكن ايه؟ لا عشان كده قلت لكم لا، ممكن يجيب كانسر، ممكن يجيب هايبرتنشن، او يعيد واحد ياخد واحد منهم تاني لانه بيكرر. تمام؟ فالمهم نركز بس على الاربعه دول. والدنيا مش كتير قوي علشان نسيب حاجه يعني، فاحنا محددين برضه البيت اللي احنا عايزينه. نيجي لاخر اثنين بقى، السموكينج والالجرز، ودول يعني هنعدي فيهم حاجات كتير. اول حاجه بالنسبه للسموكينج، البابليك هيلث سيجنيفيكانس ام سي كيو هنحطها في سي، يعني مش مهمه، حتى مش هنحطها في بي. البابليك هيلث سيجنيفيكانس بنقول اول جمله كده ان هو الموست بريفنتبل ديزيز وورلد وايد. خلاص؟ هو الديثز اسف ان هو اشهر سبب مؤدي للوفيات ممكن ان احنا ايه نمنعه. خلاص؟ بيسبب هاي موربيديتي وهاي مورتاليتي، محتاجين بس نعرف ان هو بيسبب كم حاله سنويا. 6 مليون ايه وفيات. خلاص؟ كم منهم نون سموكر؟ 600,000. تمام؟ اللي هم بيموتوا من حاجه اسمها الباسيف سموك. خلاص؟ امال عدد الحالات بقى كام؟ الكيسز، يبقى ده ديثز. عدد الكيسز 1.3 بليون. تمام؟ طيب النسبة في مصر كام؟ على حسب، في الميل 47% والفيميل 5%. اخر حاجه بيقول لك بقى ان الايه، ان السجاير ديت فيها 7000 كيميكالز و250 هارمفول و59 او 69 مسببين ايه الكانسر. ده اول سؤال، وقلنا يعني عشان الام سي كيو النقط اللي احنا قلناها. الحاجه الثانيه، طيب دلوقتي الشخص اللي هو بيدخن ده، ايه الفاكتورز اللي بتزود او بتاثر على الهازرز بتاعت السموك، او اللي بتترماين الهازرز بتاعت الايه السموك؟ على حسب زي ما مكتوب عندكم، هنختصرها في 5 نقط. اول حاجه الفورم اوف الايه اوف السموكينج، يعني ايه فورم اوف السموكينج؟ يعني هل هو بيدخن السيجاره نفسها ولا البايب مثلا؟ خلاص، يبقى السيجاره ديت ايه اكتر او مور ريسكي ذان البايب. خلاص، بعد كده الكواليتي بتاعت الايه السيجاره، يعني يقول لك الكونتنت اللي موجوده فيها ديت هارمفول اكتر من الايه من الثانيه ولا لا. طيب الايدج اوف الستارتنج، خلاص كل ما بدا يعني بدري كل ما كان اخطر. النمبر بياخد كام واحده في اليوم؟ خلاص. طيب البروسيس نفسها، تمام، يعني من الاخر بيشد ديبلي ولا خلاص عربيا يعني، تمام. ده مهم يعني، ده هنحطه في بي، ده هنحطه في اي طقم ممكن يجي يعني. يقول لك الفاكهة، هو جه قبل كده في دور تاني 2016 جه قال لي الفاكهة، كان جاي بدرجتين. خلاص؟ فنبقى عارفين. طبعا الهازرز اوف السموكينج يعني مش هنحفظها،
لكن ممكن نحفظ الـ hazards of the passive smoke. خلاص هنحطها في دي برضه، ممكن يجوا مع بعض. دي برضه في دور تاني 2016 مع بعض. الـ hazards of passive smoking، أول حاجة ممكن يأثر الـ passive smoking ده، قلنا اللي هو إيه؟ السايد سموك. يعني ايه؟ يعني شخص بيدخن فواحد جنبه هو بايه بيستنشق منه، يا اما تشايلد يا اما اب. طيب اللي تشايلد ممكن يجي له ايه؟ نقص البلمونري فانكشن او الكباسيتي بتاعه اللنج، وبيزيد نسبه الايه الريسبيراتوري ديزيزز اللي هي كانت بتسبب الوفاه اللي هي رقم كام؟ رقم 3 خلاص، او هنا 4 بقى، لان تمام لان الكارديوفاسكولار ديزيز ده حاجتين ماشي، فبتزود الريسك بتاع البرونكايتس والنيمونيا والسادن ديث. خلاص طب الادلتس ممكن يجي لهم ايه؟ اي اريتيشن خلاص، ونزل كونجيشن. دول فاكرين الحاجات اللي هي كانت بتاعه الاير بوليوشن، هي ايه الاير بوليوشن؟ كان بيعمل اي اريتيشن، نزل كونجيشن، واسيد تيست. بس هنا مش هيبقى في اسيد تيست يعني. طيب او لو الشخص عنده، يعني الشخص اللي هو قاعد جنب واحد بيدخن عنده حساسيه، فده بيكسيرفيت الالرجيك سيمبتومز عنده، او هو التدخين نفسه اللي بيعمل له الالرجيك سيمبتومز. خلاص اخر حاجه ان هو يعمل لانج كانسر، ده لو جه يعني. ولكن اللي مهم في اهم حاجه في السموكينج والانجرز البريفنشن، ده اللي هنحطها في ايه؟ البريفنشن هنا كذا حاجه، خمس نقط. هل البريفنشن ده بشتغل على هيلث اديوكيشن، يبقى اديوكيشنال بروجرام، ولا هشتغل على الفيزيشن ان الدكتور ايه الرول بتاعه، ولا اشتغل على السموكرز، ولا على الريجوليشنز، واخر حاجه الرول اوف الجفرمنت. خلاص الثلاث حاجات اللي في الاخر هم اللي ايه اللي مهمين ماشي، والفيزيشن ده بي، والاديوكيشنال ده مش مهم. يمكن ده اهم حاجه في السموكينج يعني. طيب اول حاجه ان انا اعمل اديوكيشنال بروجرام. طيب اديوكيشنال ده انا بعمل هيلث اديوكيشن على ايه؟ هتلاقي في رأي كتير في الكتاب انا بعمل هيلث اديوكيشن للناس عن ايه هي الهازردز بتاعه السموك. خلاص ايه الهازردز بتاعه السموك؟ طيب بعمل لمين؟ لاربع فئات، يا اما للدكاتره الميديكال، يا اما سوشيال، يا اما في السكول، يا اما اخر حاجه للبابليك. مش مهم الجزء ده قوي. طيب الدور بتاع الفيزيشن احفظها كده. انا دلوقتي عندي الشخص اللي هو او الدكتور بشكل عام، انت اي واحد بيجي يكشف عندك بتاخد منه هيستوري، بتساله على انت بتدخن ولا ما بتدخنش. خلاص فالمفروض ان الدكتور يعمل ايه؟ حاجتين. والله الشخص ده لو بيدخن فهو هيشجعه ان هو ما يدخنش، ان هو بيديله examples for non smokers، خلاص امثله على ناس ما بتدخنش وصحتها عامله ازاي. طيب طب لو هو ما بيدخنش بديله الهيد، معلش هو الاثنين اللي في الاخر دول يعني بديهيات، معلش بديله معلومات عن السموكينج ايه هازرد، وبعد كده بيشارك في حاجه اسمها الانتي سموكينج ايه توكس. خلاص لا ده الدكتور طبعا البيشنت دول اللي هيقول توكس. تمام المهم اللي احنا هنقول بقى كلام منطقي فيه اللي هم دول. خلاص اول حاجه السموكرز، المانجمنت اوف السموكرز، ده جه في دور تاني 2016 برضه، وده مهم. الثلاثة بقى اللي تحت دول مهمين. المانجمنت اوف السموكرز يعني ايه؟ انا دلوقتي الشخص ده بيدخن، بصوا كده معلش ما تحفظهاش زي ما هو مكتوب. دلوقتي انا عندي ناس بتدخن وناس ما بتدخنش، خلاص؟ طيب انا هنا بعمل مانجمنت لمين؟ للسموكرز، خلاص نسيب النون سموكرز. طيب السموكرز دول بقسمهم الى جزئين، في ناس ويلنج وناس unwilling. يعني ايه willing؟ ان هي تبطل، وناس unwilling ان هي تمام. هعمل لدول ايه ودول ايه؟ احفظها كده. الناس ال willing بعمل لهم ايه؟ بعمل لهم حاجه اسمها smoking accusation unit. يعني ايه؟ يعني وحده
مكافحه الايه التدخين حاجه كده. بعد كده بعمل لهم سموكينج كيزيشن كلاسز، يعني جلسات علشان يبطل تدخين. ده بيبقى الجلسه في حدود 8 ل 12 شخص بحيث ان ايه ان هو يبطلوا تدخين. طب مين اللي بيبقى سوبرفايزر عليهم؟ اللي هو واحد سايكولوجيست. تمام، بيعمل لهم ايه بقى؟ بيديهم ميديكيشنز ليه؟ علشان يتخلصوا من الويذدرول افكت بتاع السموكينج، وبيعمل لهم فولو اب. فاهمين احنا بنحفظ ازاي؟ الشخص ده ويلنج، حلو، عملت له يونت علشان اعمل مكافحه للتدخين، بعد له عملت له كلاسز، الكلاس ديت من كذا لكذا، خلاص اندر سوبرفيجن لايه؟ لسايكولوجيست. بيعمل لهم حاجتين، بيديهم ادويه علشان الويذدرول وايه؟ وبيتابعهم. طب الناس الان ويلنج يقول له مفيش مشكله دخن، زي فكره الايه؟ زي فكره المخدرات، يقول له ما تشاركش الحوار. هنا يقول له دخن ولكن استخدم سجاير فيها نيكوتين اقل، قلل العدد بتاع السجاير في اليوم، تمام؟ مثلا البابس ما تبقاش كتير، اللي هي الايه؟ التدخين يعني، البروسيس نفسها، تمام؟ مفيش مشكله دخن ولكن دخن صح يعني، او دخن يبقى لو ريسك يعني. يبقى ده بالنسبه للنقطه بتاعت السموكرز، خلاص؟ طيب نيجي للريجوليشنز. انا بعمل قوانين، قوانين على ايه؟ قوانين على اربع حاجات. اول حاجه على السجاير نفسها، ان انا بقى بيفرضوا على الشركات ان هي تعمل برضه ويذن الماكسيمم بيرميسبل ليفل، يعني النيكوتين او الكونتنت اللي موجوده في السجاير يبقى ليها جزء معين، زائد ان هم بيفرضوا عليهم اللي هو ايه؟ مفيش بيتحط على علبه السجاير اللي هو التحذير اللي هو السجاير بتسبب الوفاه وتدمر الصحه يعني كده، خلاص؟ ده بيفرض عليهم، اكيد مش شركه السجاير هي اللي بتحط ده من مزاجها يعني. طيب يبقى ده بالنسبه على التدخين. طيب تاني حاجه على السموكينج نفسه، ان هو ممنوع في البابليك بليس، خلاص؟ طيب بعد كده على السيلز، المبيعات، ان هو المفروض ممنوع للتشيلدرن او الادولسن، خلاص؟ حاجه اسمها الرولينج ماشين، اللي هو ايه؟ اللي هو ده بره يعني، اللي هو يقول لك ان انا بحط الكوين والكوين ده يجيب لي علبه يعني انا امنعها، امنع السموكينج رولينج ماشين ديت عشان ممكن اي حد ياخد يعني، فالاطفال هياخد، خلاص؟ اخر حاجه على الادفيرتسمنت اللي هي الايه؟ الاعلانات. مفيش، ما سمعتش قبل كده عن ايه؟ اعلان سجاير، مفيش حاجه اسمها اعلان سجاير، خلاص؟ ممنوع يعني. يبقى انا اول حاجه على السجاير نفسها، بعد كده على التدخين، بعد كده على المبيعات، بعد كده على الاعلانات، خلاص؟ يبقى ديت ريجيوليشن، دي ممكن تيجي. طيب اخر حاجه الايه؟ طب دور الحكومه ايه؟ اول حاجه ان هي تطبق الريجيوليشنز اللي فوق، تمام؟ طيب تاني حاجه، ما احنا قلنا اكتر فئات معرضه للسموكينج الناس اللي هم الادلت او الادولسنت، فهي بتعمل حاجه اسمها يوث كير، بتوفر وسائل رفاهيه لليوث. طب ايه كمان؟ بتعمل حاجه اسمها انتي سموكينج كيزيشن بروجرام، فين؟ في البرايمري هيلث كير، يعني في الوحده الصحيه الاوليه يبقى متوفر فيها وحده مكافحه التدخين. اخر حاجه تحاول بقى في المستقبل ان يحصل خلاص منع تماما للسموكينج مانوفاكشرنج، اللي هو صناعه ليه السجاير، وده مش هيحصل طبعا. ليه؟ لان السجاير مصدر دخل كبير جدا للدوله. السجاير ديت يعني التامين الصحي ده كله من فلوس السجاير. عشان كده الصح في الناس اللي هو فلوس حرام. بنتعالج من خلاص. ده بالنسبه لجزء السموكينج. بالنسبه لجزء الانجلز ديت يعني جيت في الاخر وشحرت، مش عايز تذاكرها ما تذاكرهاش. الصفحة اللي هي صفحة 19 ديت يعني مش عايزها، بس نعرف بس جملة واحدة اللي هتبقى عندكم في الورق، اللي هو ممكن يبقى الانجلز والاكسيدنت ديت السبب الثاني للوفاة بحلول عام 2020 عشان الام سي كيو. السنة الجاية يعني ان شاء الله يبقى السبب الثاني للوفاة. لو كده كده بشكل عام يعني مش فارقة كتير. خلاص؟ اللي مهم في الانجلز اللي هو الايه؟ البريفنشن، خلاص؟ والبريفنشن كمان هنحطه في بي، يعني انا مش هحطه في ايه. والبريفنشن فيه راي كتير. فاحنا بالظبط هم كام جمله؟ تسعه، فانا عايز تسعه سطور. هتلاقي مكتوب عندكم في ايه؟ تعليم، رهان، السلامه، وازاله الايه؟ المخدرات، والعناية الأولية بالبحث،
طبعا يعني في الامتحان لو جاب السؤال ده فهو بالظبط هيجيب ايه؟ هيجيبه بست درجات يعني ماكسيموم خلاص، فمش لازم تكسب التسعه. ماشي، عرفت تمام، ما عرفتش خلاص بالبحث عن طريق ان انا بجمع داتا خلاص، واخر حاجه اطبق قوانين خلاص. برضه انا عايز ايه في سطور، يعني هنلاقي اول حاجه تعليم سيفتي اديوكيشن خلاص خلصت، مش عايز حاجه تانية. رهاب اللي هو ريهابيليتيشن سيرفيسز للناس اللي هي ايه اللي هي تعرضت لحوادث، فيبقى متوافر ريهابيليتيشن سيرفيسز. بعد كده السلامه بروموشن اوف السيفتي ميجرز، ممكن بس اكزامبل زي السيت بيلت اللي هي حزام الامان بس، برضه سطر واحد. ازاله اليمينيشن الكوزيتيف ايجنتس او الكوزيتيف فاكتورز يعني الريسك فاكتورز، زي ايه؟ حاجه برضو واحده اللي هو امبروفمنت للطرق مثلا، حاجه واحده. بعد كده افويد للالكحول والدراجز اللي هو المخدرات. العنايه الاوليه ان يبقى متوافر في البرايمري هيلث كير، يبقى متوافر الامرجنسي فاسيلتيز. البحث اكسيدنت ريسيرش علشان ايه؟ عشان اشوف الماجنتيود بتاع البروبلم، برضو سطر واحد. تجميع البيانات برضو علشان اشوف الماجنتيود بتاع البروبلم علشان اعمل اكسيدنت ريسيرش. هي هي اخر حاجه تطبيق القوانين انفورسمنت ايه اوف اللوز. خلاص على كده في السطور. ماشي، فده بالنسبه لايه النون كوميونيتي.